يزيد من معاناة اليمنيين ويساعد على تزايد خطر الإرهاب، كما أنه يؤخر تعافي اليمن من مخلفات الحرب. ومما يضاعف المأساة أن هناك مقترحاً للسلام على الطاولة، وهذا المقترح سوف ينهي النزاع في حال تحلل الأطراف بالإرادة والشجاعة السياسية لتنفيذه. سيدي الرئيس، لقد عقد بتاريخ 18 كانون الأول ديسمبر في الرياض اجتماع حضره وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد دعيت للمشاركة به. صدر عن هذا اللقاء نداء عاجل لإعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية، وتليه فترة تحضيرية مدتها أسبوعان لتدارك مسببات الخروقات التي كانت تحدث في كل مرة أعلنا فيها وقف القتال. ونحن حريصون على أن يلتزم الأطراف هذه المرة بشكل فعلي وكامل يوفر الإغاثة الضرورية لليمنيين. لقد أتم فريق العمل في مكتبي كل الترتيبات الخاصة للاجتماع التحضيري، والذي يشمل ورشة عمل مدتها 5 أيام يحضرها ممثلون من طرفي النزاع، حتى يخرجوا بخطة عملية مشتركة تضمن تقوية وقف الأعمال القتالية وعدم تعرضه لأي خرق من أي طرف. إن نجاح وقف الأعمال القتالية سوف يساعد على تحقيق انفراج حقيقي في المشهد اليمني، ويحمل الأمل لليمنيين بعد معاناة طويلة من الحرب، كما أنه سيشكل ركيزة صلبة للتباحث بالحل السياسي الشامل. لقد التقيت بوزير الخارجية الأردني في اليوم الأول التالي لتوليه منصبه، وقد عبر عن ترحيب بلاده باستضافة هذه الورشة، كما عبر عن استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم أي دعم لمسار السلام ومساعدة الشعب اليمني، وهذا ليس بغريب عن بلد استضاف وقدم ملجأ آمنا وخدمة استشفائية أساسية لعدد كبير من مواطني الدول المجاورة ومنهم اليمنيين. وفي هذا السياق أرحب بتجاوب الحكومة اليمنية وموافقتها على إرسال ممثلها للمشاركة في هذه الدورة، وأتمنى على وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تأكيد حضور ممثلهم. على الصعيد السياسي، دعا البيان الصادر عن اجتماع 18 ديسمبر في الرياض الأطراف إلى التعامل بشكل بناء مع مقترح الأمم المتحدة الذي عرضته على الأطراف تمهيداً لجولة مقبلة من المشاورات. لا زال لدى الأطراف بعض المخاوف والتحفظات، إلا أنني سأتابع مباحثاتي معهم لوضع حلول تساهم في تقريب وجهات النظر. إن هذا المقترح يرتكز بشكل كبير على أبرز ما تم التباحث فيه مشاورات الكويت، ويمهد الطريق لحل سياسي شامل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وكذلك يشكل الخطوة الأولى على طريق السلام، ويمهد لمرحلة انتقالية بحسب مقررات الحوار الوطني، وقد لقي هذا المقترح دعما كاملا من المجتمع الدولي. بتشجيع من سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وافق وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على خارطة الطريق كورقة عمل قابلة للبحث والتفاوض في شهر نوفمبر، وكان هذا مؤشرا إيجابيا. إلا أن امتناعهم عن تقديم أي طروحات عملية وعن وضع خطة مفصلة للترتيبات الأمنية تتطرق إلى تفاصيل الانسحاب العسكري وتسليم الأسلحة الثقيلة لم يساعد على التقدم، خاصة وأن الشق الأمني جوهري في المقترح وأساسي للسلام. وقد تحدثنا مفصلا في هذه المواضيع خلال زيارة الأخيرة إلى صنعاء، ولا شك أن قرار أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بإنشاء حكومة موازية تابعة للمجلس السياسي الأعلى يضع عراقيل إضافية لمسار السلام، ويؤثر سلبا على عامل الثقة بين الأطراف. ولقد كررنا أكثر من مرة خطورة القرارات الأحادية في هذه الأوقات العصيبة وتأثيرها على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة. أما الجانب الحكومي، فمنذ إفادتي الأخيرة إلى مجلس الأمن لقد قمت بزيارتين إلى عدن في ظروف أمنية صعبة وحساسة، وكانت آخرها في 16 من هذا الشهر الجاري،
حيث التقيت برئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي. لقد حثيت الرئيس هادي على الالتزام العلني بالمشاورات على أساس مقترحاتي التي قدمتها في الكويت وكذلك ما بعد الكويت. إن انتقاد الرئيس هادي المتواصل للمقترحات من دون القبول بمناقشتها لتعديل بنودها يقوض الثقة بمسار السلام ويطيل أمد الصراع. لقد أكدت للرئيس أن ما تقدمه الأمم المتحدة هو مقترحات قابلة للتباحث حتى نتوصل إلى حل شامل يقبل به الأطراف، وما من حل آخر يؤمن السلام لليمن ويجمع اليمنيين على طاولة واحدة للتطرق إلى التحديات الداخلية وأبرزها قضية مظالم الجنوب. سيدي الرئيس، يشهد اليمن حاليا تراجعا مستمرا على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، فبحسب المنظمات الإنسانية هناك 18.8 مليون مواطن ومواطنة بحاجة لمساعدات إنسانية، و2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وهذا المؤشر هو الأسوأ على صعيد العالم. الأسباب كثيرة ولا تقتصر على ارتفاع نسبة الفقر فقط، بل تشمل أيضا تراجع الخدمات الصحية والاستشفائية وعدم توفر المياه وغيرها من العوامل. وسوف يطلعكم منسق الشؤون الإنسانية زميلي ستيفان أوبراين بشكل موسع على تأثير الحرب على الوضع الإنساني. وفي هذا الصدد، إن الإبقاء على مطار صنعاء الدولي مغلقا يزيد من صعوبة الوضع العام، فاليمنيون الذين هم بحاجة للسفر للعلاج غير قادرون على ذلك، وكذلك هي حال من هم في الخارج ويريدون العودة إلى بلادهم. كما أن الانتقال من وإلى مطار عدن ليس بالأمر السهل. وفي هذا السياق أحث الحكومة اليمنية على إعادة تفعيل حركة الطائرات المدنية والتجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، وأدعو جميع الأطراف إلى ضمان أمن وسلامة الملاحة الجوية والمطار. لقد أرسلت لكل من الأطراف رسالة رسمية لأخذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة مطار صنعاء. كما أن التأخر المتزايد للصرف رواتب الموظفين أثر بشكل كبير على قدرة اليمنيين الشرائية، ولا شك أن المماطلة في هذا الموضوع سوف تدفع المزيد من اليمنيين إلى حافة الفقر المدقع. من الضروري أن يعمل كل من الحكومة اليمنية والبنك المركزي وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على ضمان استئناف صرف الرواتب على اليمنيين في جميع المحافظات. وقد وصلتني قبل هذا الاجتماع بساعات معلومات من الحكومة أنها قد باشرت بذلك. كذلك من الضروري وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي تمويل صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتمكن من تزويد أكثر اليمنيين عوزا بالأموال النقدية. كما أشجع الشركاء الدوليين على تأمين الوصول إلى العملة الصعبة الضرورية لمستوردي المواد الأساسية حتى لا توقف عمليات الاستيراد. سيد الرئيس، لا شك أن اليمن يتخبط حاليا في دوامة من العنف والصراعات السياسية، إلا أن هناك ملامح واضحة للخروج من هذه الأزمة. إن المقترح الذي تقدمت به وإن كان يفرض بعض التنازلات، إلا أنه يرتكز على متطلبات الطرفين ويأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد، ويفسح المجال لمستقبل آمن لليمن واليمنيين. وسوف أقدم للأطراف جدولا مفصلا يعكس التسلسل الزمني بحسب تصورنا لأبرز المراحل السياسية والأمنية وتلاحقها، وأدعوهم إلى التحلي بالحكمة السياسية والمسؤولية الوطنية حتى نحقق التقدم الضروري بهذا الملف. منذ أن تقدمت بإحاطتي السابقة لمجلس الأمن، لقد التقيت بوزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت وقطر والأردن والسويد، كما التقيت بنائبي وزير خارجية روسيا والصين، ولمست الإجماع الدولي الداعم دائما لمسار السلام وجهود الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أريد أن أشيد بالدعم الذي حصلت عليه من السفارة الروسية في صنعاء في آخر زيارة قمت بها لصنعاء.
أرجو أن يكثف المجتمع الدولي جهوده للضغط على الأطراف لإعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية في الأيام المقبلة، وأنا على ثقة أن تحسن الوضع الأمني سوف يفسح المجال لتفعيل الحوار السياسي الذي نرجو أن يؤدي إلى حل جذري للحرب. أنا آتيكم مباشرة اليوم من صنعاء القلقة والحزينة، وتلمست عن قرب معاناة اليمنيين واليمنيات. آمل أن يفتح المسؤولون اليمنيون البصر والبصيرة ليروا حجم الكارثة التي أخذوا البلاد إليها، وأن يتخذوا القرار الجريء بالالتزام بالحل السياسي ووقف النزاع. إن حل المشكلة اليمنية لن يكون من أي جهة خارجية، فالأمم المتحدة تفاوض وتيسر والمجتمع الدولي يضغط ويسهل، إلا أن القرار يبقى قرار اليمنيين المعنيين بالنزاع وبقدرتهم على تقديم التنازلات وتحكيم الضمير السياسي، ومحكمة التاريخ لن ترحم. شكرا. Thank Mr. Ould Sheikh Ahmed for his أشكر السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد على هذه الإحاطة، والكلمة الآن للسيد ستيفن أوبراين. شكرا السيد الرئيس، وأشكر المبعوث الخاص على إحاطته. منذ إحاطتي الأخيرة الوضع الإنساني في يمن تدهور أكثر فأكثر، في حين أن النزاع المسلح ما زال يتفاقم مع القصف الجوي اليومي والصدامات المسلحة. في الأسبوع الماضي تلقينا تقارير عن 365 حادثا، أي زادت هذه الحوادث ب 231 مقارنة بالأسبوع الماضي، وكان هنالك 100 قصف أو عملية جوية في محافظة تعز بمفردها. خلال الفصل الأخير من 2016 2400 حادث تتضمن صدامات مسلحة وقصف جوي وقصف في اليمن، أي زيادة بنسبة 12%. اليوم أشعر بالقلق البالغ إزاء المدنيين الذين علقوا في تبادل إطلاق النار في مخاء، وقد وردتني تقارير أن أكثر من 5000 عائلة هربت من هذه الأماكن. من الواضح أن من يتأثر بهذا الصراع هم المدنيون اليمنيون المدنيون. أكثر من ثلثي السكان، أي 18.8 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وحماية، مما في ذلك 10.3 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة فورية لإنقاذ أرواحهم. نتحدث عن حجم سكان السويد، وهذه الأرقام إلى تزايد وارتفاع. أكثر من مليوني شخص مشردون داخليا. بحلول 31 من كانون الأول ديسمبر 7469 يمني تعرضوا للقتل، و 40483 تعرضوا لإصابات نتيجة النزاع. العدد الحقيقي سيرتفع فيما نقدم التقارير التي تريدنا من المرافق الصحية التي ما زالت تعمل، أي فقط 45% من العدد الإجمالي. إن محنة الأطفال أيضا مأساوية. لدينا طفل تحت سن الخامسة يموت كل 10 دقائق لأسباب يمكن تفاديها. إن هذا الأثر المأساوي على الأطفال. على سبيل المثال، القصف الجوي الذي حصل منذ أسبوعين بالقرب من مدرسة في محافظة صنعاء نيم، وهذا القصف أفضى إلى وفاة طالبة وإصابة 4. ومنذ أسبوع في الثالث من كانون ثاني يناير تدمرت مدرسة بالكامل، ولكن لحسن الحظ لم يكن هنالك أي خسائر بشرية. منذ بداية الأعمال العدائية في مارس 2015 أكثر من 1400 طفل تعرضوا للقتل، و 2140 تعرضوا للإصابات. 1441 طفل تم تجنيدهم من قبل أطراف النزاع، البعض منهم بعمر 8 سنوات. على الأرجح الأرقام الفعلية هي أكثر وأكبر. إلى جانب الخسائر المباشرة للنزاع المسلح، لدينا ما يعرف بالوفيات الصامتة لليمنيين، أي الأرقام التي لا يتم تسجيلها. نتحدث عن فتيات وفتيان، نساء ورجال يموتون من الجوع والأمراض التي يمكن تفاديها وعلاجها. لسوء الحظ، إن السلع الغذائية الأساسية والأدوية لا يمكن استيرادها بسهولة بسبب القيود على وصول هذه المساعدات التي فرضتها مختلف الأطراف. أشخاص يعانون من أمراض مزمنة بما في ذلك ضغط في الدم والسكري لا يحصلون على علاج ينقذ أرواحهم بسبب النقص في الأدوية، وهم يموتون ويحتضرون ببطء. إن النزاع في اليمن بات الآن يشكل السبب وراء الحالة الطارئة وانعدام الأمن الغذائي
أكثر إلحاحا في العالم. إن لم يكن هنالك أي تحرك فوري، إن المجاعة ستهيمن على اليمن للعام 2017. 14 مليون شخص الآن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والبعض منهم بشكل حاد، وهذا يعني أن اليمنيين ما عادوا قادرين على توفير الأطعمة لأنفسهم. على الأقل المليوني الشخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية لكي ينجوا، والوضع بالنسبة للأطفال هو مأساوي بشكل خاص. نتحدث عن 2.2 مليون طفل وفتيان وفتيات يعانون من سوء التغذية ومن سوء التغذية الحاد. نتحدث عن زيادة بنسبة 63% منذ أواخر العام 2015. الأطفال ينامون جائعين في كل ليلة. كما أن حوادث العنف على أساس النوع الاجتماعي زادت هذه الأعمال ب 63% منذ بداية النزاع. في هذا الشهر كان لدينا 10,806 حالة تم تسجيلها. نتحدث هنا عن عمليات اغتصاب إضافية، زواج قسري، حالات زواج قسري إضافية، وفتيات ألزمنا على الزواج. ونتحدث عن أعمال عنف تكترف ضد الفتيات والنساء بشكل أكثر مقارنة بما كان يحصل منذ عامين. أطراف النزاع كلها فشلت في أخذ التدابير لحماية المدنيين. حتى الآن تحققت الأمم المتحدة من 325 هجوماً على المدارس والمرافق الصحية والطرقات والجسور وحتى الآبار المائية. ثلثي الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المدنية جاء نتيجة القصف الجوي. إن انتهاكات قانون الإنسانية الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، هذه الانتهاكات ما زالت تجري، ومع الإفلات من العقاب هذه الهجمات ضد المدارس والمستشفيات يجب أن تتوقف، ويجب احترام المعايير الدولية. يجب توفير الوصول الإنساني من دون أي عراقيل، ولكننا نجد أن هنالك تحديات كبيرة أمام العاملين في المجال الإنساني، ولا يمكنهم الوصول إلى الأشخاص المحتاجين بسبب الاقتتال، انعدام الأمن والعراقيل البيروقراطية ونقص التمويل. إن أقفال مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية منذ 9 أغسطس كان لهذا أثر كبير على المدنيين في اليمن، وزاد من العبء الإنساني. إن غياب الرعاية الطبية المتخصصة في البلد تعني أن أكثر من 20,000 يمنيا عاجز عن الذهاب إلى الخارج للحصول على العلاج، كما لا يمكن إرسال الأدوية المنقذة للأرواح إلى اليمن. الطلاب عاجزون عن مواصلة الدراسات في الخارج، واليمنيون خارج البلد عاجزون عن العودة إلى منازلهم وموطنهم. كما أن تعليق الرحلات التجارية عنا أن الصحفيين عاجزون أيضا عن السفر إلى صنعاء لرفع التقارير حول الوضع الإنساني المأساوي في اليمن. نتوقع من كافة الأطراف في النزاع بما في ذلك حكومة اليمن أن تفعل كثارة جهدها، أن تبذل كثارة جهدها بالتعاون مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة فتح المطار وإعادة إطلاق الرحلات التجارية. ونتحدث هنا عن معالجة الشواغل الأمنية وإعادة إرساء الطرقات الجوية من خلال بيشة والمملكة العربية السعودية ومطارات أخرى ضمن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. إن نظام الرعاية الصحية يتدهور، البنية التحتية العامة مثل الجسور والمرافق ونظم المياه، هذه كلها قد تدمرت. إن انهيار المؤسسات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلد هذا كان له أثر مضاعف على الاحتياجات الإنسانية. العائلات الأفقر في اليمن والأرامل واليتامى والأشخاص الذين يعانون عفوا من إعاقات وكبار السن ما عادوا يحصلون على مخصصات شهرية 2500 ريال، أي 10 دولارات للشخص الواحد. إن 1.25 مليون موظف حكومي بما في ذلك الممرضين والأطباء والمدرسين ما عادوا يحصلون على رواتب بشكل منتظم. صحيح أن المبالغ وصلت أو الأموال وصلت إلى عدن في بداية هذا الشهر، ولكن لا معلومات تفيد بأنها ستصل إلى الموظفين الحكوميين في كافة المحافظات. إن الاقتصاد في اليمن، أزمة السيولة وهذه المشاكل الاقتصادية تعني أن مصاعب الشعب اليمني ستتفاقم. 90% من السلع الغذائية في اليمن والوقود يتم استيرادها من الخارج، 40% فقط من هذه السلع تصل إلى البلد. على سبيل المثال محصول القمح
بات الآن أكثر بنسبة 25% مقارنة بفترة ما قبل الأزمة. أسعار النفط زادت بنسبة 33%. إن الانخفاض الحاد في احتياطي الأجنبي للبنك المركزي إلى جانب انتقاله إلى عدن وغياب الجيولة، هذا كله كان له أثر اقتصادي واجتماعي مأساوي. اليمن يمكن أن تعاني من نقص في القمح في الشهر المقبل، والمصارف الأجنبية ما عادت تقبل المعاملات المالية مع عدد من المصارف التجارية في اليمن، وعلينا أن نقوم بعكس اتجاه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، كما أن عدد من المنظمات الإنسانية تجد صعوبة في الحصول على المبالغ النقدية لتنفيذ مشاريعها، وبالتالي هذا كله يفضي إلى احتياجات إنسانية حادة. السيد الرئيس، اسمح لي أن أقدم لك تحديثا حول آليات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش المعروفة بالأنفم. منذ 23 من كانون الأول يناير من هذا العام، هذه الآلية قامت بالنظر ب 324 مركبا من 394 طلبا. منذ بداية العمليات أكثر من 5 مليون طن متري من الشحنات تم تسليمه، بما في ذلك مليوني طن من السلع الغذائية ومليون طن من الوقود. خلال هذه الفترة 54 مركبا لم يحصل على قبول أو إذن، 20 طلب تم سحبه و28 تم إلغائه. إن الآلية استكملت 21 عملية تفتيش لشحنات مشبوه فيها. إن التأخيرات أيضا تأتي بسبب القيود التي يفرضها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال منع المراكب من الوصول إلى مرافق البحر الأحمر في اليمن، وفي غياب القوائم للسلع الممنوعة. كما هنالك عراقيل بيروقراطية أخرى تمنع وصول السلع هذه إلى وجهتها النهائية. كافة الأطراف يجب أن تكون مسؤولة عن هذه العراقيل. المرافق أيضا تعرضت للأضرار ويجب إصلاحها. مرفأ هديدة، وهو المرفأ الرئيسي في اليمن الذي يستقبل 80% من الواردات، تعرض للضرر في العام 2015 ولم يعد تأهيله. مركب يحمل 4 رافعات متنقلة وصل هذا المركب إلى البحر الأحمر، ولكن طلبت منه السلطات السعودية مغادرة المياه اليمنية، وما زال هذا المركب ينتظر الحصول على موافقة التحالف لكي يتمكن من الوصول إلى المرفأ. هذه الرافعات ستتيح للمرفأ التعامل مع الشحنات الإنسانية. رافعتان من هذه الرافعات سيستخدمها الأمم المتحدة، أي برنامج الأغذية العالمي، وستساعد في توفير وتسليم المساعدات الإنسانية الضرورية. على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، إن المجتمع الإنساني سيسلم المساعدات. معا في العام 2016 وصلنا إلى 5.6 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات، وذلك من خلال مساعدات مباشرة واستجابة منسقة في 22 محافظة. ثمة 5 مقرات في عدن، هديدة، إب، سعدة وصنعاء. أكثر من 114 منظمة إنسانية تعمل في اليمن وتوفر مساعدات منقذة للأرواح في كل البلد. في وسط هذا النزاع المأساوي نرى أن هنالك بصيص أمل. بفضل التدخل السريع للشركاء الإنسانيين الذين وضعوا وأنشأوا مراكز لمعالجة الكوليرا، بلغ عدد المراكز 26، وأطلقت حملة احتواء من خلال التدخلات في مجال المياه، إن انتشار الكوليرا الذي بدأ في أكتوبر بدأ ينخفض الآن، ولكن يجب أن نبقى متيقظين لأن الحالات ما زالت موجودة. في الأسابيع الأخيرة كان هنالك تحسينات في تجاوز العراقيل البيروقراطية، وبشكل خاص إصدار تأشيرات الدخول إلى العاملين في المجال الإنساني. الحوار أيضا بات فعالا في قيادة فهم أفضل للأطراف في النزاع ومسؤوليتهم بحسب القانون الإنساني الدولي. وأرحب بجهود السلطات السعودية والشركاء الآخرين لتعزيز الحوار وتشارك المعلومات مع الشركاء الإنسانيين تجاوز التحديات التي تواجهنا في توصيل المساعدات الإنسانية في اليمن. في العام 2017 نحتاج إلى 2 ملياري دولار لدعم الاستجابة الإنسانية. عام 2017 لاستهداف 10 ملايين من الأكثر ضعفا في اليمن. إن هذه زيادة مقارنة بالعام 2016 مرتبطة بتدهور النظام الاقتصادي والاجتماعي وزيادة المعاناة وغياب وقف للأعمال العدائية
وتسوية سياسية، أن أطراف النزاع يقومون بغض النظر عن نداءات الشعب اليمني والمجتمع الدولي. أطلب من الدول الأعضاء أن تتقدم بوعود وهبات كريمة في أواخر مارس. I conclude. أطلب إلى أعضاء المجلس مرة أخرى أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية، فالشعب اليمني بحاجة إلى حل سياسي لهذا النزاع المشين الذي يعلق فيه. كما أطلب إلى أعضاء المجلس أن يستخدموا نفوذهم على الأطراف في النزاع لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وضمان وصولا إنسانيا كاملا وأنيا وبلا عوائق. ثانيا، أن يسائلوا الأطراف في النزاع عن خرق التزاماتهم بحماية المدنيين والمنشآت المدنية. ثالثا، تيسير زيادة في الاستيرادات التجارية إضافة إلى تيسير استيراد الرافعات في مرفأ الحديدة ودعم إعادة تأهيل المرفأ وتمديد ولاية الآلية إلى ما بعد نيسان أبريل. رابعا، المطالبة باستئناف رحلات جوية تجارية إلى صنعاء. وخامسا، تيسير الائتمان لشراء الأغذية بما في ذلك القمح من قبل التجار والمصارف اليمنية، وحث الحكومة على استخدام الأموال من آخر دفعة من الأموال المطبوعة مؤخرا بشكل عادل وضمان توفير الرواتب للعاملين عبر البلاد من دون تأخير. شكرا. أشكر السيد أوبراين على إحاطته. ممثل أوروغواي طلب الكلمة للتقدم ببيان. تفضل سيدي. شكرا سيدي الرئيس. أتوجه بالشكر إلى الممثل الخاص أو المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيد ستيفن أوبراين على الإحاطتين. نشيد بعمل المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ونعبر عن دعمنا للجهود المستمرة للتوصل إلى حل لهذا النزاع، كما أعبر أيضا عن خالص شكرنا إلى كل الذين يساهمون في المساعدة الإنسانية لليمن على جهودهم الجبارة لمنح بعض الأمل لهذا الشعب. وتعبر بلادي عن ارتياعها نتيجة استمرار النزاع في اليمن، حيث نشهد ارتكاب أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان. لا يحظى النزاع في اليمن بالتغطية الإعلامية ذاتها التي يحظى بها النزاع في سوريا أو السودان، وهذه التغطية لا تضع اللوم على الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال. فلنتذكر فقط عدد الاجتماعات التي عقدناها بشأن سوريا منذ آخر إحاطة حول اليمن في 31 من تشرين الأول أكتوبر، حوالي 13 إحاطة حول سوريا. تشعر بلادي بالقلق جراء الاستمرار في انتهاك مؤسسات الدولة في اليمن، وهو ما سمح للمجموعات الإرهابية بالتوسع ما في ذلك داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتي وسعت نطاق عملها وحصلت على ملاذ آمن، خصوصا بعد فشل مؤسسات الدولة اليمنية وتحولها إلى دولة فاشلة. نعبر عن قلقنا جراء التقدم المحرز في العملية السياسية، والتي لم تتمكن من إحراز أي تقدم حتى الآن، ولكن على الرغم من ذلك نؤيد استئناف العملية السياسية التي لم تحقق أي نتائج ملموسة منذ أشهر. وشهدنا أيضا تقويضا لخريطة الطريق التي اقترحها المبعوث الخاص. ندعو كل الأطراف إلى استئناف الحوار بغية توفير الظروف المآتية لإحلال السلام وبغية تحقيق الاستقرار في اليمن. نحن بحاجة إلى التزام من الجهات الإقليمية وداعميها، وخاصة من يمكن أن يؤثر على الأطراف المختلفة، بغية الدفع قدما بحل سلمي لهذا النزاع. سيدي الرئيس، لطالما نددت بلادي بالهجمات المستمرة على الأهداف المدنية في اليمن، هجمات وغارات جوية وهجمات بالقذائف والهاون والصواريخ، والتي تدمر بشكل عشوائي المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل والبنى التحتية،
كما أن قنابل العنقودية وقنابل خارقة للتحصينات والألغام المضادة للأفراد كلها تتسبب بمعاناة الشعب في اليمن، بينما تتغاضى الأطراف في اليمن عن القانون الإنساني الدولي، وهو ما يؤدي إلى معاناة وإلى آثار مدمرة وكارثية للشعب اليمني العالق في مناطق النزاع. وفي اليمن كما في سوريا شهدنا مستويات من انعدام الإنسانية لم نرها قبل ذلك، ونحن ندين بكل الهجمات على المدنيين سواء جرت في اليمن، سوريا أو العراق أو غيرها، وبغض النظر عن مرتكبيها لا يمكننا أن ندين غارات جوية التي تقتل المدنيين في سوريا من دون أن نقوم بذلك أيضا في اليمن، فما من مجال للمعايير المزدوجة. لابد من مساءلة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم، كما نشعر بالقلق أيضا نتيجة الأزمة الغذائية التي تضر ب 14 مليون يمني، ما يزيد عن نصف عدد السكان، ويعاني الأطفال من المجاعة، وهي معاناة يجب أن تدفعنا لكي نطلب فورا وصولا آنيا للمساعدات الإنسانية. لا تزال تواجه العوائق من قبل طرفين في النزاع. سيدي الرئيس، لقد حان الوقت لضخ زخم جديد في وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. نحن ندرك أن ما من حل عسكري لهذه النزاعات، وطريقته الوحيدة للتوصل إلى اتفاق وطريقته الوحيدة لإحلال السلام هي من خلال اتفاق سياسي بين الأطراف. ملايين الشعب اليمني متضرر من هذه الأزمة وهذا النزاع، ونحن على عاتقنا مسؤولية السعي إلى التوصل إلى أفضل حل لإحلال السلام. شكرا. أشكر ممثل الأوروغواي على إحاطته وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل اليمن. تفضل. Thank you, Mr. President. سعادة السفير أولوف سوكوك، المندوب الدائم لمملكة السويد لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن، سعادة الأخ إسماعيل والشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، سعادة السيد ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن الأكارم، بعد التحية، اسمحوا لي في بداية مداخلتي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم سعادة السفير العزيز أولوف سوكوك لإتاحتكم الفرصة لنا للحديث أمام مجلسكم الموقر، وهي مناسبة للتعبير عن خالص التهاني والتبريكات لوفدكم ولوفود الصديقة من إثيوبيا وكازاخستان وإيطاليا وبوليفيا، وأنتم تباشرون للتو مشواركم في مجلس الأمن خدمة لقضايا السلم والأمن الدوليين. كما لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص التهاني القلبية مقرونة بالأمنيات الصادقة لمعالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي نثق بقدراته وملكاته التي ستثري العمل الأممي، مؤكدين استعدادنا في الحكومة اليمنية وبعثتها في نيويورك للعمل معه يدا بيد للوصول إلى حل للأزمة اليمنية يضع نهاية للانقلاب على السلطة ومؤسساتها الشرعية في اليمن، ويقطع دابر التدخلات الإيرانية العدوانية في الشؤون اليمنية وفي شؤون المنطقة. السيدات، السيد الرئيس، السيدات والسادة، اليوم وبعد مرور عامين من بدء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق ضد شعبنا ونظامه الجمهوري، ترون كيف يتهاوى هذا المشروع أمام صمود شعبنا وانتفاضته الباسلة في كل محافظات اليمن لاجتثاث مشروع الطائفية السياسية الذي حاول يائساً وأد مشروع الدولة الاتحادية الديمقراطية الذي شكل رؤية الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن خلفه كل شعبنا اليمني وقواه السياسية والمجتمعية والمعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني. ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها الشرعية في سبتمبر 2014 كنا في الحكومة اليمنية وما زلنا
نرى بأن الحل يكمن في رفض الاستقواء بالسلاح ومنطق القوة والغلبة والاحتكام إلى الحوار الذي قادنا للقبول بنتائج الحوار الوطني التي ارتضاها شعبنا والتي شاركت فيها الأمم المتحدة. وحينما تواصلت الحرب العدمية التي غذتها أجندة إيران التوسعية في المنطقة جددنا موقفنا في التأكيد بأن الحل يكمن في المرجعيات التي حكمت الانتقال السياسي السلمي في اليمن، وهي مرجعيات حظيت بإجماع وتأييد ومشاركة شعبية يمنية وإقليمية ودولية وأممية، والمتمثلة في الالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216. وحينما قيل لنا أن القرار الأممي يصعب تنفيذه على الواقع، قلنا إن القرار بالمختصر المفيد وكما يراه شعبنا وكل أصدقائنا وكل القوى الحريصة على أمن واستقرار اليمن وكل من هو حريص على الالتزام بالقانون الدولي ليسود السلام، يعني نهاية الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية التي لا مناص للقوى الانقلابية إلا الإقرار بها، ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي راعي عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن. ومن هنا فإن أي مبادرات وأفكار تتجاوز هذه الثوابت لدى الشعب اليمني ليست مقبولة ولا منطقية ولا تحقق السلام ولن تمر، لأنها لا تستوعب تعقيدات المشهد اليمني وتنزع إلى تسطيح الحل والإبقاء على ديمومة الأزمات في بلاد اليمن. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن الحكومة اليمنية تجدد من هنا التزامها بالسلام الذي بدأناه في جنيف وبيل والكويت، وأنها ستظل ملتزمة بالسلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث. ومن هذا المنطلق رفضت الحكومة اليمنية خطة كيري، وطالبنا المبعوث الدولي بتقديم خطة جديدة تستند إلى ما توصلنا إليه في الكويت وتبني عليه، لأننا لا نقبل بخلق سابقة دولية من خلال شرعنة الانقلاب والإبقاء عليه بأي شكل من الأشكال. وخلال لقاء فخامة الأخ الرئيس بالسيد ولد شيخ أحمد في العاصمة المؤقتة عدن في 16 يناير الجاري، أكد فخامة الأخ الرئيس استعداد الحكومة لتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لتعقد اجتماعاتها في ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية وفق اتفاق الكويت الذي رفض الانقلابيون الالتزام به، والتزمنا نحن في الحكومة اليمنية وما زلنا من منطلق قناعتنا بأنه لا يمكن استدامة أي وقف لإطلاق النار دون تفعيل اللجان المحلية في كافة جبهات المواجهة. ومن هنا فقد وافقت حكومة الجمهورية اليمنية في ديسمبر الماضي على خطة لمكتب المبعوث الخاص لعقد ورشة خاصة بلجنة التهدئة في العاصمة الأردنية عمان، ولكن الطرف الانقلابي يرفض حتى اليوم المشاركة في هذه الورشة. وكما أكد السيد ولد شيخ أحمد إن أولوية العمل من أجل السلام في هذه المرحلة تتلخص في تفعيل لجنة التهدئة، وإذا ما توفرت الظروف المواتية لمراقبة وقف إطلاق النار فإن فخامة الأخ الرئيس سيكون على استعداد للإعلان للمرة الثامنة لوقف لإطلاق النار. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد كثر الحديث عن المعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة القوى الإنقلابية، ومع الأسف لا يتم الحديث عن ما يجري في تعز من مجازر. ونحن استمعنا إلى الملخص كله يتلخص عن مناطق سيطرة الإنقلابيين، ونحن نؤكد أن الطرف الإنقلابي يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يسيطر عليها. فخلال السنتين الماضية عملت القيادة الإنقلابية على سرقة موارد الدولة ومقدراتها، وأفرغت كل ما كان في البنك المركزي وتاجرت في كل شيء للحصول على المال الحرام
ونهبت مليارات البنك المركزي، مما دفع الحكومة اليمنية بعد أن أفلست موارد الدولة إلى اتخاذ قرار بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن. وخلال الشهرين الماضيين عملت الحكومة على توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات موظفي الخدمة العامة في السلكين المدني والعسكري في كل اليمن. ورغم إمعان الطرف الانقلابي في معاقبة الشعب اليمني من خلال تهديد كل من يتعاون مع الحكومة لتسهيل صرف المرتبات، إلا أنه تم يوم أمس تحويل كافة مرتبات الموظفين في صنعاء عبر مصرف الكريمي. وقد قدمنا نسخ من التقارير والاتفاقيات والشيكات التي تم نقلها إلى مكتب المبعوث الخاص. وفي 22 من يناير الجاري بعث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية برسالة إلى السيد المبعوث الخاص، طلب فيها بتدخله الشخصي العاجل للضغط على الحوثيين وصالح بهدف تسهيل نقل رواتب الموظفين ووصولها إلى مستحقيها دون قيود وعراقيل، فهذا وضع إنساني لا يقبل المزايدة السياسية. ونحن بدورنا نطالب مجلس الأمن لممارسة الضغط على الإنقلابيين لتسهيل نقل رواتب الموظفين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بشكل مستمر حتى لا نزيد من تعقيد الوضع الإنساني. كما أود هنا أن أعبر عن قلق حكومة بلادي من استمرار استغلال ميليشيات الحوثي لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، والتسهيلات الممنوحة لدخول المواد الغذائية والوقود والمستلزمات الصحية والأدوية، والتي أصبحت تتم بآلية شبه طبيعية في الميناء، إلا أن قادة الميليشيات يستغلون تلك الشحنات والمتاجرة بها وابتزاز التجار لتحقيق مكاسب خيالية غير مشروعة تذهب لصالح استمرار الحرب الظالمة على حساب الوضع الإنساني الصعب الذي يواجه الشعب اليمني. لقد وصل عبث الإنقلابيين سيد الرئيس إلى مستويات مروعة في امتهان كرامة الإنسان، فهم يقومون بتجنيد النساء والأطفال، حيث تشير التقارير الرسمية إلى وجود 10,000 طفل مجند في صفوف الميليشيات، يختطفون من طفولتهم ليزج بهم إلى جبهات الموت. وهذا السلوك ليس بمستغرب على من زرعوا الأرض اليمنية في كل مكان وبعشوائية مطلقة بآلاف الألغام الفردية المحرمة دوليا، والتي سيدفع شعبنا ثمنها نزفا من دمه وروحه سنوات طويلة بعد انتهاء هذه الحرب المجرمة. كما إن استمرار القوى الإنقلابية في معاقبة تعز وإغلاق مطارها ينبغي أن يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي. وما زال الآلاف من أبناء شعبنا اليمني الصامد من الصحفيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين يرزحون في سجون ومعتقلات الميليشيات التي حولت اليمن إلى سجن كبير. فقد بلغ بنهاية العام 2016 عدد المعتقلين في سجون ومعتقلات المتمردين 4,414 معتقل، منهم 204 طفل معتقل. وقد بعثت أنا شخصيا برسائل بهذا الخصوص إلى معالي الأمين العام السابق والحالي ورئيس مجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن وفريق لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الخاصة باليمن ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمناشدتهم ومناشدة الضمير الإنساني الحي للتدخل والضغط على ميليشيات التمرد لإنهاء معاناة هؤلاء المعتقلين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وبلا إبطاء، والسماح لذويهم بالوصول إليهم ومعرفة مصيرهم، إلا أن ذلك للأسف لم يتحقق حتى الآن. وقلت للسيد المبعوث الخاص أنه لا يوجد لدينا في السلطات الشرعية وفي المناطق المحررة أي سجناء، وإذا كان هناك فنحن على استعداد لبحث إطلاقهم فورا. لماذا يعاقب الإنسان في حريته؟
لأنه يرفض الانقلاب؟ السيد الرئيس، السيدات والسادة، كما تعلمون سيجتمع مجلسكم المؤقر يوم غدا الجمعة للوقوف أمام التقرير النهائي المقدم من فريق خبراء العقوبات الخاص باليمن. وقد التقيت يوم أمس الأول بأعضاء الفريق الذين أكدوا لي أن تحقيقاتهم توصلت إلى قناعة تامة بأن الحوثيين وصالح لا يهتمون بالحلول السلمية ويواصلون الاعتماد على العنف وسيلة لتحقيق مآربهم، وإن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ما يزال يدير المليارات التي نهبها ويستخدم عوائدها اليوم في مواصلة زعزعة الأمن والاستقرار وتمويل الخلايا الإرهابية في اليمن. وقد تقدمت الحكومة اليمنية بدعوة للفريق لزيارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وسيتم إنجاح كافة جهود لجنة العقوبات. وهنا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للسفير كورو بيشو المندوب الدائم لليابان على قيادته الحكيمة لأعمال اللجنة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، قبل أن أنهي كلمتي أود الإشارة إلى الانتصارات التي يسطرها شعبنا اليمني العظيم وقواته المسلحة ومقاومته البطلة في دحر الميليشيات الإنقلابية في كل الجبهات، بإسناد من التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارة العربية المتحدة، وآخرها تحرير ميناء المخاء وكافة المناطق الواقعة جنوب البحر الأحمر، وإبعاد خطر استهداف الملاحة الدولية الذي، وكما تعلمون فقد عملت القوى الإنقلابية بإيعاز من إيران وباستخدام صواريخ إيرانية الصنع على استهداف السفينة الإماراتية سويفت والسفينة الأسبانية الناقلة للغاز المسال وقطع البحرية الأمريكية، كما إن القوات المسلحة تحقق مزيد من الانتصارات في منطقة نهم القريبة من صنعاء، وقد أصبح مطار صنعاء الدولي ضمن منطقة المواجهات العسكرية، الأمر الذي يتطلب استمرار إغلاق المطار حتى لا تتعرض سلامة الطيران وأمن المواطنين والمسافرين للخطر. ولا يمكن للحكومة اليمنية أن تقدم ضمانات بسلامة الملاحة الجوية في ظل استمرار المواجهات العسكرية. وقد أصبح بإمكان المواطنين الوصول إلى مناطق اليمن المختلفة والمغادرة منها عبر مطارات عدن وسيئون والريان، والتي عادت للعمل بشكل طبيعي ويتم فيها تسيير رحلات الطيران التجاري بشكل منتظم. في الأخير لا يسعني سيدي الرئيس إلا تأكيد قناعتنا في الحكومة اليمنية على العمل الجاد لإحياء الشراكة الفاعلة لاستعادة اليمن بالتعاون مع السيد الأمين العام أنطوني غوتيريش، الذي نتوجه بالدعوة له نيابة عن الحكومة اليمنية لزيارة العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على الوضع عن كثب، ونطلب من المنظمات التابعة للأمم المتحدة العمل من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن توفرت كل متطلبات عملها في عدن بما في ذلك الجانب الأمني. كما نجدد دعمنا للجهود التي يبذلها السيد إسماعيل والشيخ أحمد، وكذلك الجهود التي يبذلها مجلسكم المؤقر وسفراء مجموعة الدول 18 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما نجدد شكرنا وعميق امتناننا للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارة العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبقية دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، وتهيب الحكومة اليمنية بجميع أعضاء مجلس الأمن وتدعوهم إلى مواصلة جهودهم الموحدة التي رافقت الأزمة في اليمن منذ بدايتها في 2011. وبفضل هذا الموقف الموحد لمجلس الأمن تحقق الكثير من الإنجازات في اليمن بشراكة مع الحكومة اليمنية. ومن هنا فإننا نطالب مجلسكم الموقر لاتخاذ موقف صارم تجاه الإنقلابيين وممارسة مزيد من الضغط عليهم للامتثال لقرارات الشرعية الدولية. شكراً السيد الرئيس. I thank the representative of Yemen for his... أشكر مندوب اليمن على بيانه. لا توجد أي طلبات أخرى لأخذ الكلمة. أدعو أعضاء المجلس إلى الشروع في مشاورات سرية
رفعت الجلسة.